فرقة شرطة الحدود البحرية لبناء مستوى غانم، والتي اتخذت في نفس السياق مجموعة من الإجراءات، بداية بعقد لقاءات تحسيسية تحت إشراف طواقم طبية للتعريف بهذا الفيروس، طرق انتشاره وكذلك سبل الوقاية منه. كامل طاقم أفراد فرقة الميناء نحسهم يوميا على طريقة الوقاية من هذا الوباء باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد انتشار هذا الوباء.